عودوا إلى ضيفي الدكتور الخبير الاقتصادي أبو بكر طور. سيد أبو بكر مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. نعم، بداية سيد أبو بكر، التقرير أشار أيضا إلى أن هناك تقاعسا من الجهات الممولة للخزانة العامة في تقديم حساباتها الختامية وتقارير مصروفاتها. مثل هذا التقاعس برأيك ألا يعد مدخلا بالفساد؟ هو في الحقيقة، أهلا وسهلا بك وبمشاهدينك الكرام. أما فيما يخص تقرير ديوان المحاسبة، هو الحمد لله الذي يعني تحركت الجهات الرقابية، وكان يمكن أن تحرك منذ البداية، ولكن لا بأس أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. بالنسبة لانخفاض الإيرادات السيادية على الحكومة، هذا يعتبر هو طبعا ديوان المحاسبة أقر مجموعة من المشاكل، اللي هو على دواء عجز الميزانية اللي هو الدين التراكمي، انخفاض الإيرادات السيادية الازدواجية في الوظائف، الجهات العامة يعني عدم تحصيلها للإيرادات السيادية، هذه كلها. ولكن لنتكلم عن انخفاض الإيرادات السيادية على الميزانية العامة للدولة وما أسبابها وتأثيرها على الدخل العام. كما نعرف أن الوضع الآن في ظل النفط، تأثرت الأمور الإيرادات السيادية للدولة تأثر كبير، من ضمنها طبعا الدخل الرئيسي والممول للمصروف في الحكومة، وهو الثاني الذي يأتي بعد النفط وهو الرسوم على بيع العملة الأجنبية، والإيرادات الأخرى اللي هي إيرادات الضرائب، إيرادات الجمارك، الرسوم وغيرها من الرسوم. ونتكلم عن الرسوم، نعم، تقاعس الجهات العامة وإقفال هذه الإيرادات في حساباتها الشخصية، هذه تعتبر مخالفة عليها حتى القانون. يجب توريد هذه الإيرادات للدولة، ومن ثم الدولة تعرف لمن تعرف كيف تصرف هذه المبالغ. نعم، كذلك يشير التقرير سيد أبو بكر إلى استمرار وجود الازدواجية الوظيفية، وهذه المرة على مستوى مناصب أعلى، ومنها على سبيل المثال في ديوان الرئاسي ورئاسة الوزراء كجهات رقابية وقضائية. كيف يمكن إيقاف هذا النزيف؟ الحقيقة هي الازدواجية الوظيفية قامت الجهات المختصة بتقليل حجم هذه الازدواجية وإيجابي على الجهات، وهذه الجهات تعتبر جهات عليا وجهات رئاسية، وهي التي يوجد بها هذه الازدواجية. الشخص الذي سيتم الكشف أو إعداد تقرير على هذه الازدواجية، هذا لا يستطيع أن يصل إلى السلطات العليا والسلطات السيادية مثل المجلس الرئاسي والوزراء والدولة ومجلس النواب. هذا يعتبر فساد مقتل، يستطيع أي أحد من الأجهزة الرقابية الوصول إلى هذه المعلومات. نعم، هذا يعتبر فساد في فساد. سيد أبو بكر. نعم، نسمع فيك. نعم، استماع. نعم سيد أبو بكر، الدين العام وصل إلى 63 مليار دولار، برأيك سيد أبو بكر كيف يمكن تقليص هذا الدين العام والزيادة لإيرادات الدولة؟ الحقيقة أن الدين العام على الدولة على إقبال هذا الدين، ولكن ليس على حساب قوت الشعب وعلى حساب إيراداته وعلى حساب رفاهية هذا الشعب. 63 مليار دينار الليبي يجب أن يقسمه حتى على 20 سنة. ماذا يعني لو هذا المبلغ أو هي القيمة على حتى على 20 سنة؟ نعتبره كأنه اقتراض من صندوق النقد الدولي بدون فوائد. هذه يجب عدم التعامل مع هذا الرقم بخوف. هذه احنا دولتنا، وهذه ويتم سوف ينتعش الاقتصاد مرة أخرى ويتم خصم أو تعويض هذا. ولكن أنا أنبه لأن عدم خصم هذه المبالغ من الإيرادات التي تؤثر على المواطن وتؤثر على السلع الغذائية وتؤثر على التنمية وتؤثر على المرتبات.